يجب الإبقاء على بعض الأماكن مفتوحة في حال تعطل حركة السير. ما هي هذه الأماكن؟ التقاطعات ومعابر السكك الحديدية. أين يكون ركن السيارة ممنوعة؟ على حافة الطريق إذا عقل هذا الأمر استعمال مساحات الوقوف المرسومة أمام الأرصفة المنخفضة. كيف يجب عليك أن تتصرف؟ التخفيف من السرعة والتوقف إن لزم الأمر، لأن السهم الأحمر هنا يشير إلى أن أولوية المرور إلى الطرف المقابل. أين يكون التوقف ممنوعا؟ في الأماكن الضيقة من الطريق والأماكن التي تكون فيها الرؤية غير واضحة، على المزلقانات أي معابر السكك الحديدية. أين يكون الركن ممنوعا؟ على حافة الطريق إذا أدى ذلك إلى عرقلة مواقف ركن المركبات المشار إليها، على طريق أولوية المرور خارج المناطق الحضرية. أين يكون التوقف ممنوعا؟ على مواقف سيارات الأجرة، على الطريق عندما يوجد خط جانبي يمينا، على حارات السير المعلمة والمرسوم عليها خطوط أسهم للتوجيه. أين يكون التوقف ممنوعا؟ على ممرات الراجلين وعلى امتداد 5 أمتار قبلها. يجب الإبقاء على بعض الأماكن مفتوحة في حال تعطل حركة السير. ما هي هذه الأماكن؟ ممرات الراجلين والطرق الفرعية. ترغب بالخروج من قطعة أرض، ما هو الصحيح؟ يجب أن أنتظر ريثما يعبر المشاة المخرج، يسمح لي بالسير في حال تنازل المشاة عن أولويتهم. كيف تتصرف؟ أنتظر قبل الانعطاف يسارا وأترك جزيرة المرور خالية. ترغب بمتابعة القيادة مباشرة إلى الأمام. كيف تتصرف بشكل صحيح؟ أبقى في مساري في بادئ الأمر، أتحول إلى اليمين عند وجود فجوة مرورية كافية. في أي حالات لا يسمح لك بالدخول إلى تقاطع الطريق، علما أن الإشارة الضوئية خضراء. إذا كان يجب علي الانتظار على التقاطع بسبب الاحتقان المروري، إذا أعطى الشرطي أمر توقف. ما هو التصرف الصحيح؟ التباطؤ، لأن درجة الهوائية تأخذ مساحة كبيرة، كما أنه ليس بإمكاني التجاوز من اليسار خشية أن تأتي حركة مرور معاكسة. في أي الحالات لا يسمح لك بالدخول إلى تقاطع الطريق، مع أن لديك حق أولوية المرور. إذا كان يجب علي الانتظار في التقاطع بسبب نشوء احتقان مروري في اتجاه سيري، وإذا كنت سأعرقل سيارة بضوء وامض أزرق وصفارة إنذار. أي تصرف يكون صحيحا؟ الإبطاء، لأن الدرجات الهوائية تضيق المسار وخشية اقتراب حركة المرور المعاكسة.
أين يسمح لك بركن سيارتك في اتجاه السير يسارا؟ في الطريق ذات الاتجاه الواحد عندما تتواجد السكك الحديدية على الجهة اليمنى. متى تعتبر السيارة في وضعية الركن؟ في حالة التوقف لأكثر من 3 دقائق عند ترك السيارة. ما هي أقل مسافة يجب احترامها قبل ممر الراجلين في حالة التوقف أو ركن السيارة؟ أقل مسافة يجب احترامها قبل ممر الراجلين هي 5 أمتار. كم يجب أن تبلغ المسافة الواجب الاحتفاظ بها بعيدا عن إشارة التقاطع لمعبر السكك الحديدية تقاطع سان أندرو عند الركن خارج المجال الحضري؟ يجب أن تكون المسافة 50 متراً. كم يجب أن تبلغ المسافة الواجب الاحتفاظ بها عن إشارة التقاطع لمعبر السكك الحديدية تقاطع سان أندرو عند الركن داخل المجال الحضري؟ المسافة هي 5 أمتار. كم تبلغ المسافة التي لا يسمح لك بالركن فيها قبل لافتة موقف الحافلات وبعدها؟ المسافة هي 15 متراً. يسمح لك بوقف سيارتك في موقف الحافلات فقط في حال عدم التسبب في عرقلة الحافلات. كم تبلغ أقصى المدة التي يسمح لك بالتوقف هناك؟ المدة هي 3 دقائق. من يقف هنا مخالفا لقوانين المرور؟ السيارة ذات اللون الفاتح أو السيارة البيضاء لأنها تقف على مقربة من موقف الحافلة، ينبغي أن تكون على بعد 15 متراً عن الحافلة، عن موقف الحافلة. ما هي السيارات التي يسمح لها بالتوقف بجانب سيارات أخرى في صف ثاني؟ سيارات الأجرة من أجل السماح للزبائن بالصعود أو النزول، وذلك عندما تسمح حالة المرور بذلك. ماذا يجب عليك أن تضع في الحسبان عندما ترى إشارة تحذير ضوئية؟ سيارة يتم سحبها أو شاحنة متوقفة لعطل ما أو حافلة نقل مدرسي ينزل منها الأطفال. ما الذي يجب مراعاته هنا؟ يجب على سائقي المركبات البطيئة القيادة على المسار الجانبي بقدر الإمكان. لا يسمح بالتوقف على يسار حدود الطريق. من يقف هنا مخالفا لقوانين المرور؟ السيارة ذات اللون الداكن أي السيارة الزرقاء لأنها تقف في طريق السير، وإذا أرادت الوقوف عليها أن تقف إلى يمين الطريق. أين يكون التوقف ممنوعا؟ على المسارات المرسوم عليها أسهم الاتجاهات على مسار التسارع ومسار التباطؤ. من يقف هنا مخالفا لقوانين المرور؟ السيارة الخضراء لأنه ينبغي عليها أن تبتعد عن خط المشاة 5 أمتار على الأقل. في أي مجال قبل التقاطعات وبعدها يكون ركن السيارة ممنوعا؟ 5 أمتار. متى يسمح باستعمال منبه السيارة خارج المجال الحضري كإشارة للتحذير وكإشارة للتجاوز؟ متى يسمح باستعمال منبه السيارة داخل المجال الحضري كإشارة للتحذير فقط؟ ما الذي يجب عليك مراعاته بخصوص أجهزة الإنارة في سيارتك؟ أن تكون مركبة طبقا للقواعد النظامية، يجب أن تعمل بشكل صحيح، أن تكون نظيفة. ما هو السبب المحتمل وراء إبهار حركة المرور المعاكسة حتى عن طريق الضوء الخافت؟
الضبط المرتفع جدا للكشافات الأمامية، التحميل بشكل خاطئ، تركيب مصابيح خطأ. أحد عمال السكة يلوح بعلم ذي لون أبيض أحمر أبيض على المزلقان، ماذا يعني لك ذلك؟ يجب أن تنتظر على المزلقان، يجب أن تنتظر أمام المزلقان. ما يجب عليك الانتظار أمام المزلقان؟ عندما يلوح عامل السكة الحديدية بعلم ذي لون أبيض أحمر أبيض، عندما يتم إنزال الحواجز، عندما يومض الضوء الأحمر، أنت تقترب من مزلقان يوجد أمامه عمود الإشارات الضوئية وحاجز نصفي، كيف تتصرف عندما يومض الضوء الأحمر والحاجز ما زال مفتوحا؟ الانتظار أمام إشارة التقاطع لمعبر السكك الحديدية تقاطع سان أندرو. أحمد عمال السكك يلوح بمصباح ذي لون أبيض أحمر أبيض على المزلقان، ماذا يعني لك ذلك؟ يجب عليك الانتظار أمام المزلقان، أنت تقترب من مزلقان وحواجزه مفتوحة، كيف يكون تصرفك في هذه الحالة؟ الانتظار أمام المزلقان بدلا من الوقوف عليه بسبب ازدحام السيارات، تقوم بالاقتراب بسرعة متوسطة مع مراقبة خط السكة الحديدية. عند اقترابك من المزلقان يبدأ الحاجز بالنزول، كيف تتصرف؟ الانتظار أمام إشارة التقاطع لمعبر السكك الحديدية تقاطع سان أندرو. تقود سيارتك على طريق الغابة وتقترب من مزلقان بلا إشارة التقاطع لمعبر السكك الحديدية تقاطع سان أندرو، كيف تتصرف؟ الإنصات ما إذا كانت عربات السكة الحديدية تعلن اقترابها بواسطة الصفارات أو الرن، السير بسرعة متوسطة ومراقبة ما إذا كانت عربات السكة الحديدية تقترب. كيف تتصرف أمام مزلقان حواجزه مغلقة؟ تشغيل ضوء الوقوف في الظلام إن أمكن، الانتظار أمام إشارة التقاطع لمعبر السكك الحديدية تقاطع سان أندرو، وإخلاء الطرق الفرعية. عند المدخل إلى منطقة الصناعية وضعت إشارة التقاطع لمعبر السكك الحديدية تقاطع سان أندرو، بالإضافة إلى الإشارة منطقة صناعية، عربات السكك الحديدية لها حق الأسبقية، ماذا يجب أن تراعي في هذا الموقف؟ الاقتراب فقط بسرعة متوسطة من معبر السكك الحديدية، عربات السكك الحديدية لها حق الأسبقية على كل المعابر، كيف تتصرف في حال تعرضت مركبتك إلى عطل داخل النفق؟ تشغيل أضواء التحذير، إيقاف السيارة على موقف التعطيل إن أمكن. أثناء سيرك داخل النفق تقترب من نهاية زحام مروري، كيف تتصرف؟ تشغل ضوء التحذير الوامض.